كالعادة محدثكم عصام الشوالي، وكما هي العادة أيضا عبدالله الحربي بالتحليل. نقولكم أهلا وسهلا لكم لمباراة القمة الليلة، الريال والبرسا. ومن منا لا يعرف الكبيرين، من منا لا يتمنى رؤية الفريقين، من منا لا يتمنى مناصرة العريقين. حقيقة محظوظين أن نكون في السهرة وفي الأجواء وفي ليلة الكبرى للكبيرين يا عبد الله. الريال برشلونة، ماذا تقول؟ بالفعل عصام، حينما يحضر شعار برشلونة وحينما يحضر شعار ريال مدريد في مباراة واحدة، فهذا يتجاوز مسألة كرة قدم ومباراة كرة قدم إلى أنه يعكس التاريخ والجغرافيا. هنا في إسبانيا الكل يتطلع للمباراة، كل الكرة الأرضية وربما معنية في هذه المواجهة هي تنتظر اللقاء على أحر من الجمر من حين لآخر. المتصدر والوصيف في مواجهة يبحثان فيها عن الصدارة، الفريقين في تفاوت بعدد النقاط، واليوم الوصيف يريد الاقتراب من الصدارة باكتساح المتصدر في هذه المواجهة. أمامكم تشكيلة إف سي برشلونة، تركيز اليوم على الأجنحة من خلال خطة 4-3-3. قدام الجميع تشكيلة المرينجي ريال مدريد، واضح من الرسم التكتيكي أن الفريق يلعب على طريقة 4-3-3 وبتعتمد على الأجنحة. مخالفة في موقع مناسب جدا، بداية المباراة وكرة صعبة. يقدم الفريق الضيف في اسلوب وستايل في الاتاك رائع جدا، هذا طبيعي والارقام تدل على ذلك لانهم اقوى تاك في الدوري. الفريق الزائر واضح يمتلك استراتيجيه هجوميه واضحه جدا، ولذلك ينجحون في الوصول لشباك الخصم. البناء الهجومي ممتاز جدا والعمل على محاوله ايجاد حلول متواصله. اكيد الهجمه واعده، في نوع من التسرع ممكن والاستعجال في التسديدة، الكرة افتقدت للدقة والتركيز. نيمار، أكيد لدينا فرصة هنا. تمرير عرضية ولا أحلى. جارث بال، كارفاخال، توني كروس، لوكا مودريتش، مسألة المحاولات متواصلة لإيجاد الثغرة. كرة ستعود من ضربة مرمى. جوردي ألبا، الدفاع مضغوط عليه، يعيد الكرة للحارس. إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، إنييستا، لاعب خبير يعرف كيف يتمركز، يقرا الكره ووضحها، واعتراض يوسف الرائع. ممكن يفكر بالتسديد من هنا. كريم بنزيما، تسديده بجانب العارضه. كريم بنزيما في انتظار الفرصة يتواصل التمرير. كرة تخرج برا الأمان، ستعود من 6 أمتار. كارفاخال، كرة مقطوعة بعد أن توقعها صح. بيكي، جوردي ألبا، الكرة الجميلة الأخيرة اللي كنا نشاهد فيها لم تكتمل على خير بعد تدخل المنافس. اللاعبين يوصلوا للنصف، إذا يمررها عرضية. ب
بامتياز الدفاع على هجوم لا يسجل. شوت على المرمى، حارس فائق المهارة، روعة الشطارة، الله على حارسنا. كريستيانو رونالدو. هنا عبد الله يظهر لي العيب في التوزيع، ليس العيب في راسية المهاجم، لأنه آخر وقت مس الكرة بالراس، بذل مجهود لكن ما وصلهاش. عصام المهاجم فقط يوقع على المحاولات، لكن أعتقد أن المحاولات التي تصل مهاجم أو طريقة وصول الكرة هي السبب الرئيسي في أن نشاهد هدف جميل أو نشاهد فرصة ضائعة. دائما علينا أن نتابع الكرة قبل الأخيرة فهي الأهم، كما يقول عن ذلك الإنجليز. لا شيء جديد، فرصة مرة أخرى تضيع، واحدة من عدة فرص ضاعت عليهم. بداية الشوط الثاني، كارفاخال، لعبة بين اثنين، خذوا هاد. أداء استثنائي من هذا اللاعب اليوم بكرة قدم جميلة، فريق واثق من نفسه في انتظار وجود الثغرة للانطلاق أمام المرمى. سلسلة من المراوغات يمر حتى يوصل منطقة جيدة للتسديد، من هذه المسافة يحاول يسجل جول. لما تتمنع الكرة على الفريق ليأخذ الأسبقية مش ممكن. حينما واجه حارس المرمى أصابه الارتباك وبالتالي الكرة إلى خارج أرضية الملعب. يفشل اللاعب الخصم في المرور اللي يتحصل على الكرة يفكها بطريقة ممتازة. خافيير ماسكيرانو، جوردي ألبا، نيمار، حذاري لعلها الفرصة. الاحتفاظ بالكرة يحتاج إلى مزيد من الجهد، لازالوا يحتفظون بالكرة. ليو ميسي، تصدي رائع والكرة مازالت خطيرة. تمريرة بينية ممتازة، فرصة محققة لأخذ سكور، فرصة مازالت متاحة رغم تصدي الحارس. تركيز ممتاز من الدفاع. يفشل اللاعب الخصم في المرور اللي يتحصل على الكرة يفكها بطريقة ممتازة. كريم بنزيما، اللعب الدائم بهذه التشكيلة والثبات الأسماء يعطيهم ويضيف لهم قوة. سيرجيو راموس، مارسيلو، لوكا مودريتش، تمريرة مميزة، توني كروس، إنيستا، لويس سواريز. هذه التمريرات التي ننتظرها منذ الزمن. موصلة الاحتفاظ بالكرة ربما هو الانتظار للثغرة من أجل خلق فرص. نيمار، تصدي خارق للعادة. اعتراض ممتاز من غير فاول لليو ميسي. كريم بنزيما، تمريرة صحيحة. هذا الفريق قل ونادر يفشل في الباسات. ليو ميسي، سيرجي روبرتو، هجمة سريعة وكرة خطيرة لكن الدفاع ممتاز، نقول له برافو. الطقس يزداد سوء والثلوج تهتد بكثافة أكبر الآن. سيصعب هذا من المهمة على اللاعبين فوق أرضية الميدان وكذلك الجماهير التي تواجه صعوبات بكل تأكيد في طريق العودة إلى منازلهم. كريستيانو رونالدو، تمريرة ممتازة، الكرة في مكانها بدون أخطاء تقريب هذا الفريق في التمريرات. ليو ميسي، أكيد لدينا فرصة هنا. محاولة تسديدة قوية، تصدي ممتاز، كرة في الشبكة، هدف في شعل الأجواء، غير معقول غير مقبول، هدف التقدم في الماني تايم. هدف لريال مدريد. من الصعب جدا على حارس المرمى أن يقف مرة أخرى على الكرة، لذلك قام بالتصدي في
الكره تسكن شباكه. الشوط الثاني بالنسبه لهم مبروك برشا، جابوا الهدف الاولاني. سيرجيو بوسكيتس ممكن يفكر بالتسديد من هنا. اخر الوقت واستخلاص لكره ممتازه. فرصه الهجوم من رميه جانبيه تماس. في البحث المتواصل عن التعادل باخر اللحظات انه الهجوم الاخير. عاود استعاده بطريقه سريعه.